منوره الدنيا لقاء، واحلى لقاء بعمله معاك يا وانا كمان يا احمد، انت عارف انا بحبك. النهارده بقى كوميديا وقاتل جابوا القتل للكوميديا. انا مش عارف عايزين ايه من الفيلم المسلسل ده بصراحه. ما عايزين نضايقك. كويس. انا موافق. لا كلميني بقى عن العمل ده، وسهير رمزي بقى رجوعه خاص ليها، هاني رمزي كمان بقاله فتره مش موجود في الدراما. لقاء رمزي برضه. هو لقاء رمزي. عائلة رمزي كلها معانا في الموضوع. أنا أولا سعيدة جدا أن أنا برجع بمسلسل كوميدي، يعني في مسلسل بدأت تصويره الأول اللي هو أيام، لكن بقالي كتير قوي ما عملتش كوميدي. من آخر حاجة عملتها مع أشرف عبد الباقي. مبسوطة قوي أن أنا بشتغل مع هاني، أنا بحبه جدا على المستوى الإنساني، وصديق عزيز وإنسان راقي، وبحبه طبعا فنيا جدا. فسعيدة قوي أن أنا بشتغل معاه المسلسل ده. سوي رمزي بقى، يعني مش قادر اقول لك بقى الجمال كله، والتواضع والرقه وكل حاجه. كوميديا استاذ احمد فؤاد سليم حبيبي، الدوري كله طبعا معاه. محمد جمعه دفعتي بقى يعني، واصحابي بقى جمعه وياسر فرج ومحسن منصور. الكاست كله بصراحة أنا بحبه قوي، وهبة الهوي منتجة، ويعني كل الناس أنا حباهم. باجي اللوكيشن مبسوطة وسعيدة، ويعني على قد ما بنشتغل كتير وبنصور يعني أوقات لـ20 ساعة فالمسلسل مختلف خالص. دوري حلو قوي، دور سيدة أعمال اسمها ليلى، بنكتشف حاجات كل شوية عنها، إنها مش سهلة بقى، وإنها هي ليها حاجات عاملاها شويه كوميدي، وشويه فيها سنه انها حلوه قوي بتستغل جمالها، وفيها سنه شر، فيها من كل حاجه. طب امتى بقى انت استغلتي حلاوتك الزياده دي؟ فظيعه حلاوتك. الله عليك. انت الدور ده دورك فعلا، بس لا في الحياه بقى مره كنت فعلا جمالك ده ساعدك في حاجه؟ لا يا ريت والله. نفسي استغل، انا ما بعرف تعرفني، ما بعرفش استغل يعني حاجه ولا بتاع. لا هي انا بس يعني الناس كانت حصراني دايما في مكان كمان شعري اصفر في ادوار معينه طبعا، وكنت بتضايق ان كل حد يقول لي اصل لقاء ما تعملش شعبي، اصل لقاء شكلها هوانمي، اصل شكلها كلاس. فانا السنه دي الحمد لله حققت ده في ايام، مسلسل ايام، ان عامله ست مش شعبيه، ست مصريه اصيله مطحونه فقيره معدمه طول الوقت، من غير مكياج، من غير اكسسوارات، ولما شعرها ولابسه جلابيه بلدي يعني. وبعد كده كمان في ال 25 حلقه الاخرانيين لابسه اسود بقى، سواد من فوق لتحت، وحجاب، ويعني. فانا مش بحب استغل جمالي، انا كممثله لازم استغل جمالي لما يبقى مطلوب مني ده في الدور، استغل موهبتي، ودي الاهم، لما يبقى برضو الدور فيه كده. والتنوع دي بقى اجمل حاجه طبعا. انا عايز اعرف منك، اتقال ان سهير رمزي جالها بهاق، واتقال الكلام ده من مجرد صوره كده كانت انتشرت غلط، فانت برضو من خلال شغلك معاها عايزين برضو نوضح الحكايه دي للناس. لا انا اول مره اسمع الحكايه دي، ما اعرفش انها حصلت. لا احنا متهيألي فتره كان تقريبا سمعت انه كانت عيانه، كان عندها تقريبا اشتباه كورونا او حاجه كده. دي الحاجه الوحيده اللي سمعتها، بس هي ست زي القمر على فكره، شكلا وموضوعا يعني. بجد انا مبسوطه جدا اشتغلت معاها، وفوجئت انها دمها خفيف قوي، وانها بتاعت شغل قوي، ومش دلوعه، وست لطيفه جدا يعني، حاجه كده تجنن. انتاج مصر كويتي، نقدر نقول الصرف باين. استاذ احمد بقى يعني عاملين كابل في المسلسل، عاملين. طب ما نيجي نخطفك دقيقه يا ريس، عصفورين عصفورين. لا لا خليه براحته. عصفور ايه؟ عصفور كناري. استاذ احمد عامل دور جديد خالص، كوميدي، حاجه بقى مفاجاه. عجبني كمان، واضح ان في. لا ده مش لوك الشخصيه على فكره، الشخصيه اللوك بتاعها مختلف. مفاجاه. هجيلك. اتفضل يا استاذ. كنا بنتكلم عن انتاج مصر كويتي، فالصرف باين ولا ايه الموضوع؟ لا هو بص، انا بصراحه يعني مش شايفاهم ان هم منقصين الموضوع حاجه، كم النجوم اللي في المسلسل يعني كم كبير، موفر لنا كل حاجه. انا كمان
يعني مش يعني مسألة مش مسألة حكاية كويتي يعني خلاص الحكاية ما بقتش كويتي وسعودي والجو بتاع زمان ده. لا مسلسل معمول له بادجت حلو والناس صارفة في النورمال مش مقصرين معانا مش الجو العام حلو قوي بصراحة يعني بجد لوكيشن من اللوكيشنات اللطيفة جدا اللي ما فيهاش مشاكل اللي بتروح وانت مبسوط. فطبعا كل ده بصراحة شركة الانتاج موفرة. احلى خرزة سرقة على احلى بنوتة للقاء بنتك بس يعني الصور العلو وقع خرزتين كده اللي هو يا الناس يشارك معي بنتي يعني انا يعني خايفة احط الصور بصراحة بس هي عاملة فوتو سيشن وهي بتمثل فلازم الصور تنزل فاكيد انا كأم خايفة عليها من الحسد طبعا يعني اغلى حاجة في حياتي اكيد بس انت حطها في المكان اللي الناس كلها تشوفها يعني التمثيل لا هو كل واحد اصبرك بالفلق ويعني كل اصبرك بالناس وكل حاجة وحصناها يا رب ربنا يحفظها يا رب. ايه عندها جديد ايه بقى الفترة اللي جاية؟ احنا ثانوية عامة عندنا جديد بقى ثانوية عامة بقى واختيار كليات بقى وموضوع كبير اكيد. ممكن تعمل حاجات سينما جريئة لو جات لها حاجة ولا انت مش حابة انها تعمل ده؟ لا انا ما احبش انها تعمل حاجة جريئة. بص انا مديها الحرية في كل حاجة في الحياة بس احنا لينا خطوط حمراء سواء انا او هي يعني هي مش هتطلع يعني الحرية حاجة وانها يبقى نتخطى الليمت اللي احنا متربيين عليه والقواعد بتاعتنا واصول عيلتنا يعني بشكل معين. يعني طبعا انا مع احترامي لكل الناس بس كل واحد ليه قناعاته في الحياة كل واحد يعيش حياته زي ما هو عايز فانا لا ما احبش انها تعمل حاجة كده. طيب احنا شايفين فنانين كتير بيعتذروا دلوقتي يقول لك الفن حرام فنانات وشغالين يقول لك لا ما حدش يلمسني ما حدش يقرب لي انا ما بظهرش حتى لو هي صغيره زي ما انا عرفها تحديدا يعني راي في كل ده اللي بيحصل وانت شايف ان الفن فعلا امتى يكون حرام؟ في حاجات كتير قوي في الحياه ممكن تبقى حرام يعني ممكن يبقى حد متدين قوي وبيعمل حاجه حرام. احنا بني ادمين احنا مش ملايكه يعني ربنا خلقنا بني ادمين بنغلط الشرير بيعمل خير ساعات والخير بيعمل شر ساعات وبيغلط ساعات وربنا سبحانه وتعالى ودي من اجمل الحاجات اللي فيه مخلق لنا الستر علشان احنا لو كلنا يعني اتشال من علينا الستر هنلاقي كوارث. اهم حاجه في الموضوع ان كل واحد يخليه في ورقته كل واحد يبص في ورقته اللي عايز يعتزل يعتزل اللي شايف ان الفن حلال يكمل اللي شايفه حرام يبطل اللي مش عايزه تتلمس حقها هي حرة في شخصيتها هي حرة في جسمها هي حرة في قناعتها اللي عايز يمثل ويتباس هو حر في شخصيته هو حر في قناعاته هو الوحيد اللي هيحاسب على ده سواء على الأرض أو في الآخرة أو لن يحاسب. أنا حرة في قناعاتي وطريقتي لعيشة حياتي ما بتدخلش في حاجة حد وما حبش حد يتدخل في حياتي فأنا ما حبش أتدخل. منا أنا بحبها جدا واشتغلت معايا مسلسل طلعت فيه بنتي قاصرات فأنا بحبها على المستوى الإنساني جدا وهي ممثلة كويسة وأنا أي رأي في الدنيا لحد أنا بحترمها وبحترم قراراتها هي حرة. أدم نابلسي برضه هو حر في اختياراته حر في قناعاته ويعتزل يرجع حاجة تخصه مادام ما أذاش حد مادام إحنا ما بنجيش على حقوق الآخرين ما بنأثرش على حد ما بنضايقش حد كل واحد يعمل اللي عايزه. بصراحة مقاييس الحلال والحرام دايما شايفها قدامك يا لقاء مقاييس الحلال والحرام انا كلقاء طبعا بحاول على قد ما اقدر طول الوقت قدامي حتى لما بعمل حاجه غلط ببقى عارفه ان انا بعمل حاجه غلط وبتمنى وبحاول اقاوم وعافر طبعا بعمل حاجات غلط في حاجات اوقات بس انا عارفه ان انا بعمل يعني انا مقتنعه يعني ما بكذبش على نفسي واقول لا ده صح. دي اهم نقطه. عندي ثوابت بتاعتي عندي حدود بتاعتي عندي حاجات اللي ربنا محددها لي وكل حاجه موجوده عندي في كتابي اللي ربنا نزله لي اللي انا مقتنعه بيه مؤمنه بيه اللي هو القران حلال وبين والحرام وبين. لما بعمل حاجه غلط ما بقنعش الاخرين انها صح. دي الكارثه بقى انها بتشوف ناس بتعمل غلط وعايزه تقنع الناس انه صح ما دي الازمه دلوقتي. بالظبط. لا ما هي دي ما هو ده اللي بقوله لك كل واحد يبص في ورقته ما حدش هيتحاسب معانا. دي حياتك عيشها زي ما انت عايز بقناعاتك عشتها شرير عشتها كويس عشتها فقير عشتها يعني انت اللي هتتحاسب في الاخر. كلنا في الاخر ماشيين لوحدنا جينا لوحدنا وماشيين لوحدنا فكل واحد يعمل اللي هو عايزه مادام ما بيأذيش. المهم اننا ما نأذيش الاخرين المهم اننا ما نجبرش حد على حاجه ما نسنش سنه سيئه او نعمل حاجه ندمر بيها جيل هو ده بقى بالنسبه لي ده الحرام بعينه ان انا اطلع حاجه ابوظ اخلاقيات ناس اسن سنه يعني فيها شر او فيها ضرر لشباب هي ده بقى الشر المدقع في عيني مش مين يلبس ايه ومين يتلمس ومين ما يتلمس.
انت شفتي اعمال فعلا كانت كارثه وسنت سنن سيئه؟ بدون ذكر مذكر ايه العمل ده، لا طبعا في حاجات انا بقول يا نهار، اللي هو يا نهار اسود، انا كأم ما احبش بنتي تتفرج عليها طبعا. في حاجات كتير جدا احنا ممكن الفن رساله مهمه قوي قوي، ممكن ندمر جيل ونطلع حاجات سيئة جدا، وممكن نعدل ناس يعني القوة النعمة دي قوة لا يستهان بيها. انت لما تيجي عايز تقنع حد بحاجة عن طريق الفن اسهل بكتير جدا من ان انت تقنعه عن طريق المدرسة او عن طريق واحد يقول له ايه اعمل ده وما تعملش ده او سوي ده. التأثير الفني في وجدان الناس كمان خلاص يتحكم فيه بالضبط. فانا دايما بقول والله احنا هو ده اللي هنحاسب عليه، النوع الفن اللي احنا بنقدمه ده اللي هنحاسب عليه فعلا. ان انا لنفسي ده انا احاسب على نفسي، انما ان انا اذي اخرين بفني واوديهم في حته تانية او اضيع مستقبلهم او اغير افكارهم، هي دي الكارثه طبعا. عايزين لك نورتينا، وعايزين بقى في حاجه جديده تاني الفتره الجايه ولا لا؟ ان شاء الله في مسلسل شاركت فيه كضيفه مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت اسمه تيك توك، هو 15 حلقه، هو اخراج اسد فولاد كار. في ان شاء الله حاجه هتبقى مسرحيه غنائيه استعراضيه قريب، حال انت فصلها قريب، وطبعا انت من نوائل الناس اللي بيعرفوا ان شاء الله. وباذن الله في حاجه لرمضان برضه، انت عارف اني يعني ما بقولش حاجه الا لما تحصل باذن الله. مش تمدي بقى لما تصوريها. ربنا يكرمك، التوفيق ودايما منورانا. ميرسي يا احمد، كلك زو.